بمراكش اختتمت اليوم أشغال الندوة الدولية للرياضيات التي جمعت نخبة من الخبراء والباحثين في علوم الرياضيات الأساسية. اللحظة كانت أيضا تكريما لاسمين كبيرين في المجال مغربي وياباني، صديق بن زينة ومحمد شحيمة. تاكيشي كاوازاوي البروفيسور الياباني من جامعة طوكيو وأحمد انتصار البروفيسور المغربي من كلية العلوم بالرباط، اسمان لامعان دوليا في مجال الرياضيات، هنا في هذه الندوة الدولية التي يحضرها كبار الباحثين في هذا المجال، تكريم خاص لهذين الباحثين. الشكر الجزيل موصول إلى كل من حضر ومن بلدان بعيدة، سواء على نفقتهم الخاصة أو عن طريق جامعاتهم، وأنا هنا جد متأسف على الجمود الذي تعرفه جامعتنا على مستوى تمويل البحث العلمي. نحن هنا لتبادل الخبرات والثقافات بين الباحثين المغاربة واليابانيين والفرنسيين، وأتمنى أن يتحقق لنا ذلك من خلال المشاركة في هذا اللقاء العلمي. من اليابان، الهند، الكويت، فرنسا والمغرب، حضرت نخبة من العلماء والباحثين في مجال العلوم الرياضية لعرض ومناقشة آخر ما توصل إليه هؤلاء في هذا المجال ومناقشته مع الباحثين الشباب. التدور المغربي حضرنا التدور العلمية، وذلك يدل على المكانة العلمية المتميزة والمتقدمة التي يحظى بها الباحثون المغاربة في مجال الرياضيات. سعيدة أكثر لأن هذا الملتقى سيكون بالنسبة لي كباحثة شابة فرصة للالتقاء والتواصل والتشاور وتبادل الآراء مع شخصيات فاعلة وباحثين وعلماء كبار ومتمرسين من جميع أنحاء العالم في تخصصات دقيقة في الرياضيات الأساسية. لقاء علمي دولي اختتمت أشغاله اليوم بعد 5 أيام من العروض العلمية، والنقاش مكن الشباب المغربي الباحث في مجال الرياضيات من وضع أبحاثهم العلمية في سياق عالمي وأمام كبار العلماء في هذا المجال.